طبعا، لان جدا. ده اللي بقوله دايما، ان احنا على فكره كابتن دايما كابتن محمود الخطيب، بالرغم ان في بعض الناس تقول لك لا لازم ياخد موقف عنيف ولازم يعلي صوته، لا لا لا، المنهج بتاع النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ان احنا مختلفين يا جماعه، احنا مختلفين، مش مختلفين ان احنا الافضل والاحسن، خلينا نتكلم بكل امانه، في اختلاف، احنا ماشيين عليه بتتغير الاشخاص بس السيستم ثابت. يعني انت مهندس محمود طاهر ماشي، جه كابتن محمود الخطيب بمنتهى الشياكه، ده سلم ده والدنيا بالراحه جدا. كابتن حسن حمدي هي هي، كابتن صالح سليم هي هي، هترجع تاني كابتن عبد صالح الوحش هي هي، السيستم بيتغير، هو النادي هو احنا، هو حتى كجمهور ثقافتنا ما بنتعلقش لحد بقى النادي الاهلي يعني. انا فاهم، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني اقول لك حاجه، بص احنا وهو بنتكلم انا ليه مثلا ما فيش عندي صدمه جامده قوي رمضان، يعني برضو ما مش مصدوم يعني في موضوع، انت زعلان، شفت حسام ابراهيم احمد، انت زعلان له يعني حسام ابراهيم مشيوا من النادي الاهلي اللي هم معجونين في النادي الاهلي، كنا احنا كنا في حد كان في جمهور الاهلي يعني، في حد كان محبوب لجمهور الاهلي زي حسام ابراهيم؟ لا طبعا. وعلى فكره برضو عشان احنا بحقانين، في جزء كبير جدا هو احنا اللي سبناهم، هم يعني ما مشيوش وسابوا النادي الاهلي، عشان نتكلم بمنتهى الامان. بس في الاخر انت متعود كجمهور ان انت بتشجع الكيان، مش بتشجع اشخاص، حتى لو هو محمود الخطيب. ده حقيقي، صحيح، ده حقيقي. يعني تحترم الكل، لكن انت في الاخر بتشجع الكيان بتاعك. ده حقيقي. يعني انا بقول لك على الجانب، نتكلم بقى شويه فني. اتفضل. ماشي. بس هو كان متاثر. طيب. انا عايز، انا بس هو موضوع، انا بقول لك انت زعلان له، مش والله زعلان العظيم على النادي. والله انا بحلف، لا طبعا، والله العظيم انا زعلان على رمضان، ربنا يوفقه ويكتب له الخير وكل حاجه، زعلان على رمضان، لان فعلا اللي فكر له ظلمه جدا، ظلمه، اللي اختار له ظلمه جدا. يا جماعه نادي بيراميدز احنا ممكن نصحى الصبح ما نلاقيش نادي بيراميدز. انا عارف ان انا بقول كلام تقيل، مع احترامنا طبعا، مع احترامي لكل الناس، وممدوح عيد على فكره صاحبي جدا، حبيبي، مع ممدوح حبيبي وصديقنا وكل حاجه. انا عارف انك بتتكلم، هو نادي بيراميدز قام ازاي، بتتكلم في مؤسسه، بتتكلم في كيان، بتتكلم يعني كل الاحترام لكل الانديه طبعا، طبيعي. لكن انت بتتكلم في نقطه ان دي مؤسسه، انت منتمي لمؤسسه ومنتمي لكيان ومنتمي لقاعده جماهيريه، انت بتتكلم في نقطه مهمه، الجماهير، انت هتروح تحترف، هتقعد، ورمضان لعيب جماهيري يا كابتن. بالظبط.